أكيد اليوم أحب أني أشكر كل الموجودين معانا اليوم، شرفوني وسعدوني. أحب أني أشكر كل إعلام مصر الرائع اللي احتضني من أول وصولي مصر، أشكرهم من كل قلبي. أنا عندي شكر كبير للإعلامية الكبيرة الرائعة بسمة وهبي، اللي أنا بسمة وهبة اللي أنا دائما أحرص على وجودها معايا ووجودي معاها في أي مكان. أشكرها على المقدمة اللي قدمتني وأسعدتني اليوم بطلب مني في حضورها لتقديم هذا الحفل، أشكرها جزيل الشكر. ولو تدري
جاوبتها حبيبي ارحم عيونك تراك تعبتها واسقيتها من عذابك يا ليل ذوبتها تعبت روحي عليك وادورك واحتريك ومن يومي ما التقيك اشوفها تجري ألف شكر.